نعم، تفضل. أول شيء بداية دكتور، أنا بشكرك جدا على طرحك لهذا الموضوع الله يسلمك، المهم أشكرك. جدا، واللي هو بصراحة كان اليوم حديث ليس فقط على مستوى كرة القدم والجماهير، ولكن على مستوى الشعب كلياته، بيحكي لك شو اللي عماله بيحصل. نعم. ما حصل بالأمس غير مبرر على الإطلاق نهائيا، لأن المباراة انتهت نهاية طبيعية، هناك احتجاج على التحكيم وهذا يرافق كل المباريات، وكل حتى في مباريات أوروبا في احتجاجات بتصير. لكن أنا بصوت لصوت الأستاذ منعم وبقول إنه موضوع شغب امبارح كان سببه الجمهور لسبب بسيط جدا. أنت ذكرت دكتور جزئية بأنه الشباب الأردن ما عنده جمهور، لكن جمهور الرمثة هو اللي كان موجود. نعم. اللي حصل إنه الجمهور لم يتقبل النتيجة، لأنه النتيجة كان تأثيرها سلبي جدا على وضع الفريق وعلى المنافسة على لقب الدوري. بنسبة عالية جدا فقد فريق الرمثة المنافسة على اللقب من خلال خسارته لنقطتين مهمتين يوم أمس بالتعادل. التعادل وسع الفارق بينه وبين أقرب منافسينه اللي هو الوحدات على اللقب، وبالتالي شعر جمهور الرمثة بأنه البطولة والمنافسة على البطولة سحبت من بين أقدام اللاعبين، وهنا حدث ما لا يمكن تقبله اللي هو عملية تكسير الكراسي المدرج اللي صحيح. يعني اللي كانوا يعني قاعدين عليها. قصدك انه مشجعي الرمثة ادركوا انهم يعني شعروا شعور نعم شعروا ربما. الى جانب دكتور في شغله مهمه جدا، هل الى هذا جانب هل هذا يفسر لا يبرر يعني؟ طبعا لا، لكن انا بقول دكتور الى جانب انه الجمهور كان محتج على بعض القرارات غير اللي شعر انه غير منصفه لفريقه. هل هذا صحيح؟ يعني هناك بعض القرارات، هناك بعض الأخطاء الحكام واردة، لكن أنا بحمل المسؤولية في هذا الاتجاه لاتحاد كرة القدم. أنا